سماء التربية والتعليم دون ملل أو تعب، المدير الذي يستحق بكل فخر مشاعر الإعجاب وكلمات الثناء، وهو يحمل الرسالة التربوية بكل اقتدار وحرفية ليجعل من المدرسة عنوان النجاح والامتياز ويتوجها عروسا بين مدارس الوطن، الأستاذ الفاضل فارس هلال أبو جعفر، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. معالي وزير التربية والتعليم العالي دكتور صبري صادم وصحبه الكرام المحترمين، سيادة المفوض السياسي العام اللواء عدنان الضميري وصحبه الكرام المحترمين، المربية الفاضلة سلام الطاهر مديرة التربية والتعليم لمحافظة طول كرم وصحبها الكرام المحترمين، الأخ مصطفى تقاطقة نائب محافظ محافظة طول كرم المحترم، الأخ خلوص السعدي أمين سر حركة فتح كفر زيبال وأعضاء الحركة المحترمين، الأستاذ فاروق غنايم رئيس لجنة إعمار المدرسة والمدير السابق للمدرسة، الأستاذ عدنان غنايم المدير الأسبق للمدرسة، الأخ معمر شطيوي ممثل مجلس التعليم المجتمعي، الأخ فتح غنيم عضو مجلس الآباء الموحد على مستوى مديرية التربية والتعليم طول كرم المحترم، الإخوة مدراء الدوائر الرسمية والأهلية المحترمين، عطوفة الوكيل المساعد المهندس فواز مجاهد المحترم، وأخونا أبو أوس بكل الألقاب اللي عرفناك فيها نرحب فيه، الأخ عماد يدك مدير مركز شرطة كفر زيبال وصاحبه الكرام المحترمين، الأخ زكريا الأسعد مدير شركة المشروبات الوطنية كابي كفر زيبال المحترم، العم أبو فراس فتحي بلقاوي وعائلته المحترمين، الزملاء والزميلات مديري مديرات المدارس المحترمين، الزملاء والزميلات أعضاء الهيئة التدريسية المحترمين، زملائي زميلاتي أعضاء الهيئة التدريسية في مدرسة كفر زيبال الثانوية المحترمين، الآباء والأمهات وأولياء الأمور الأفاضل، الطلبة الأعزاء، الحضور جميعا مع حفظ الألقاب والمسميات، وأرجو المعذرة إن سقط سهوا أحد. الحفل الكريم، بداية أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب في هذا الصرح العلمي الشامخ والعامر بوجودكم جميعا، أرحب بكم في حفل افتتاح مختبر الصوتيات وتكريم أوائل الطلبة لهذا العام الدراسي. الحفل الكريم، إن مختبر الصوتيات أو مختبر اللغات قد تم تجهيزه بالكامل على نفقة المحسنة الكبيرة الشيخة بن حمد سعيد الفلاسي، سائلين الله العلي القدير أن يكون هذا العمل في ميزان حسناتها وأن يجزيها وأهلها عنا خير الجزاء، ونسأل الله العلي القدير أن يجمعنا بها وذويها وجميع أهلنا في دولة الإمارات العربية المتحدة في القدس الشريف عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة، لنصلي معا في المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لأبشع حملات التهويد من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. الحفل الكريم، اسمحوا لي أن أستعرض بشكل سريع بعض النشاطات التي شاركت بها المدرسة ونفذتها في هذا العام. النشاط الرياضي، تميزت المدرسة في النشاط الرياضي هذا العام حيث حصلت على المركز الأول في بطولة كرة الطائرة على مستوى مديرية التربية والتعليم، وبطولة كرة اليد أيضا على مستوى مديرية التربية والتعليم، وبطولة تنس الطاولة فردي وزوجي على مستوى مديرية التربية والتعليم، وحصل الطالب محمود رشاد جبارة على المركز الثاني في بطولة السباحة على مستوى الوطن. كل هذا النشاط الرياضي كان بقيادة الأستاذ والمربي الفاضل محمد يعقوب أبو يعقوب. النشاط الثقافي،
تم تنظيم عدد من اللقاءات الثقافية والصحية بالتعاون مع مركز شرطة كفر زيباب والإغاثة الطبية ومديرية الصحة التركية والتربية والتعليم والتوجيه السياسي في تركيا. شاركت المدرسة في مسابقة إلهام فلسطين بمبادرتين، المبادرة الأولى للمربية الفاضلة دانا غنايم توظيف الفيسبوك كوسيلة للتعلم النشط، وقد تأهلت المبادرة على مستوى المديرية. المبادرة الثانية للمربية الفاضلة أمل غنيم، الدراما تبسط المنهاج وتدرس القيم، وقد تأهلت المبادرة للمرحلة النهائية على مستوى الوطن، متمنين لها النجاح والتوفيق غدا، لأن المناقشة اليوم لكن أجلت بسبب زيارة معالي الوزير وحضوركم جميعا، فبكرة مناقشتها. ست أمل نتمنى لك التوفيق غدا والتميز على مستوى الوطن. المدرسة في هذا العام كانت ضمن المدارس المستهدفة ببرنامج تطوير القيادة والمعلمين والذي تنفذه وزارة التربية والتعليم العالي والمعهد الوطني للتدريب بالتعاون مع مؤسسة ريبيديس، حيث شاركت أنا وتسعة من المعلمين والمعلمات في هذا البرنامج، والحمد لله تمت مناقشة مشاريع التخرج لنا جميعا. الحفل الكريم لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم ببالغ الشكر والتقدير إلى المحسنة الكبيرة الشيخة بن حمد سعيد الفلاسي على تبرعها السخي ودعمها المتواصل للمدرسة والقرية، كما هو أتقدم ببالغ الشكر والتقدير إلى معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدام على مشاركته لنا ودعمه لنا. كل الشكر والتقدير إلى سيادة اللواء عدنان الضمير المفوض السياسي العام على مشاركته لنا ودعمه لنا. كل الشكر والتقدير للإخوة في محافظة طول كرم أطوف بالمحافظ وأخونا مصطفى نائب المحافظ. كل الشكر والتقدير إلى الأخت مديرة التربية والتعليم في طول كرم وإلى جميع العاملين في مكتب التربية والتعليم كل باسمه ومسماه على ما قدموا لنا من دعم مادي ومعنوي خلال هذا العام الدراسي. كل الشكر والتقدير والاحترام إلى الإخوة في مجلس التعليم المجتمعي ومجلس الآباء وإلى الإخوة في حركة فتح على دعمهم المتواصل وتبرعهم بالهدايا للطلبة المتفوقين. كل الشكر والتقدير إلى الأهل والأحبة في جميع مؤسسات القرية. كل الشكر والتقدير إلى السيد محمود أبو هلال وعائلته على دعمهم لنا وللمدرسة. كل الشكر والتقدير إلى الإخوة في شركة المشروبات الوطنية كابي كفر زيباب والأخ زكريا على تبرعهم بواجب الضيافة لهذا الاحتفال. كل الشكر والتقدير إلى من أعتز وأفتخر بأني أعمل معهم زملائي زميلاتي أعضاء الهيئة التدريسية في مدرسة كفر زيباب على عطائهم اللامحدود وعلى انتمائهم للمدرسة والمهنة، سائلا الله العلي القدير أن يديم عليهم الصحة والعافية. كل الشكر والتقدير إلى طلاب وطالبات هذه المدرسة على ما يبدون من الالتزام التام في جميع التعليمات والأنظمة وعلى انتمائهم للمدرسة. كل الشكر والتقدير لكل من ساهم وشارك في إنجاح هذا الاحتفال، وكل الشكر والتقدير لكم جميعا، وكل عام وأنتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين، معالي وزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم أبا جواد حفظه الله ورعاه وصحبه الأفاضل الكرام، الأخ اللواء السيد عدنان الضميري المفوض السياسي العام وصحبه الأفاضل الكرام، الأخ السيد مصطفى تفاطقة نائب محافظ محافظة طول كرم المحترم، الأخت الفاضلة السيدة سلامة طاهر مديرة التربية والتعليم في محافظة طول كرم وصحبها الأفاضل المحترمين، الأخوة في مجلس الآباء ومجلس التعليم المجتمعي فتح غنيم والدكتور معمر شتاوي الأفاضل المحترمين،
الأخ والصديق ابن كفر زيباد البار الوفي فتحي برقاوي أبا فراس المحترم، الأخ العزيز والصديق زكريا الأسعد مدير مصنع المشروبات الوطنية في كفر زيباد المحترم، الأخ والصديق أبو يزن مدير مركز شرطة كفر زيباد المحترم، الأخ خلوص السعدي أمين سر حركة فتح في كفر زيباد المحترم، الأخ العزيز عدنان غنايم مدير المدرسة الأسبق ورئيس جمعية كفر زيباد الخيرية المحترم، السادة مدير المدرسة وهيئتها التدريسية الأفاضل المحترمين، السادة مديري ومديرات المدارس الأفاضل المحترمين، الحضور الكرام، أهلنا أحبتنا كل باسمه ومسماه، ولكم جميعا في القلب احترام وتقدير. الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جميل أغر تسهو به كفر زيباد وتتفاخر بهذا الجمع الطيب وهذه الوجوه الخيرة على هذه الأرض الطيبة، أرض مدرسة كفر زيباد الثانوية التي أطلق عليها بحق وحقير عروس المدارس. يوم جميل أغر جمعنا بهذه الوجوه الطيبة وبمناسبة سعيدة على قلوبنا جميعا انتظرناها طويلا، ألا وهي زيارة أخينا أبا جواد لنتشرف بمعيته وضيوفنا الأفاضل بافتتاح مختبر اللغات في المدرسة. هذا المختبر الذي يعتبر ندرة على مستوى مدارس الوطن بل وجامعاته، وليطلع معاليه وضيوفنا الأفاضل على مدى التطور العلمي والتكنولوجي في المدرسة، سواء كان مختبر الحاسوب أو الألواح التفاعلية أو المختبر العلمي أو المكتب، وجميعها تعتبر بمستوى متقدم بل ومتقدم جدا. الحضور الكريم، ما هذه القاعة التي تشكل جزءا هاما من المبنى أو من جناح المبنى المدرسي، وهذا المسرح الذي نحن جالسون فيه وما فيه من أثاث وتجهيزات مضافا إلى ما سبق ذكره وعلى وجه التحديد مختبر اللغات، كل ذلك هو تبرع سخي من شيختنا الفاضلة الشيخة بن حمد سعيد الكازي أدامها الله ورعاها وأحسن خاتمتها. الحفل الكريم، الحضور الأفاضل، بدأت حكايتنا مع الشيخة الفاضلة عن طريق أحد أبناء قريتنا الأفاضل الأبرار المتواجد في دولة الإمارات، وهو السيد محمد محمود أبو هلال. تطورت العلاقة مع الشيخة الفاضلة بواسطة السيد محمد أبو هلال ووالدته أم محمد. هذه السيدة الفاضلة التي ضحت وعملت الكثير من أجل بلدها كفر زيباد، رغبة من الشيخ في عمل الخير، رغبة خالصة لوجه الله، حيث ترسخت تلك العلاقة مع الشيخة واستحوذنا على كامل ثقتها ومحبتها عندما تأكدت أن أموالها تصرف حيث تشاء بأمانة وموضوعية دون نقص أو تفريط أو خلل. الحضور الأفاضل، اسمحوا لي معالي الوزير وأخي اللواء عدنان والحضور جميعا ومدير المدرسة وأهالي قريتي أحبتي كفر زيباد، وباسمي شخصيا أن أتوجه باسمكم
وكل الشعب الفلسطيني والقيادة والحكومة إلى شيختنا الفاضلة وأبنائها وأهلها وذويها جميعاً بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان بالجميل، سائلاً العلي القدير أن يمن عليها بالصحة والعافية وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. الحفل الكريم، قبل أن أنهي لا بد وأن أوجه على هذا المنبر كلمة خاصة لشيختنا الفاضلة، فأنت شيختنا الفاضلة الوالدة وأنت الأخت التي أعطت حيث يعز العطاء وتبرعت خالصا لوجه الله في أكناف بيت المقدس. هذا التبرع وهذا العطاء سيبقى شامخا شاهدا على إخلاص العمل، سيبقى متجذرا إلى يوم الدين على أرض الإسراء والمعراج. راجين حضرتك شيختنا الفاضلة ألا تنسينا من فضلك، وأن يستمر التواصل بيننا، وأن تستمر أياديك الخيرة البيضاء عونا لنا ليكون أبناء المدرسة وخريجيها وأبناء دار تحفيظ القرآن وخريجيها أيضا ناجحين متفوقين حافظين لكتاب الله، وليكون لك ولذويك أجر وثواب كل آية تقرأ أو حرف يكتب أو طالب يتخرج. وختاما نؤكد لك شيختنا الفاضلة ولدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا أننا سنبقى الأوفياء المخلصين لكم ولدولتكم داعين لكم بدوام التقدم والاستقرار والنمو. وفي الختام ضيوفنا الأفاضل، أعتذر للإطالة إلا أن المناسبة تستحق، أكرر ترحيبي بكم جميعا، أهلا وسهلا بكم في بلدكم أحزيبات، شاكرا للجميل وجودكم معنا ومشاركتكم فرحتنا وحفلنا هذا الذي زاده بهجة وجمالا تشريفا لنا. ولا أنسى في هذا المقام أن أتوجه بالشكر والتقدير للأخوة في مكتب التربية والتعليم، وعلى وجه التحديد الأخت فادي ومساعديها وجميع الموظفين والعاملين على جهودهم المشكورة في دعمهم ومتابعتهم لمسيرة المدرسة على مدار هذا العام. سائلاً المولى العلي القدير أن يجعل مدرسة كفر زيباد الثانوية اللبنة القوية الراسخة من لبنات هذا الوطن ومكونات دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة خالية من الاستيطان والمستوطنين في ظل قيادتنا الحكيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدر السلطنة المحترم وصحبه الكرام، اسمحوا لي أن أقول الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والمسميات، لأن القائمة تطول وكلكم عندي سواسية، كلكم في نظري محترمين وفي القمة. أتينا اليوم إلى كفر الزباد، اجتمعنا اليوم لحدثين مهمين. الحدث الأول هو تكريم المتميزين من الطلبة في هذه المدرسة المتميزة، المدرسة التي أطلق عليها عروس المدارس. حقيقة إن هذه المدرسة لم يطلق عليها هذا الاسم اعتباطا، ولكن هناك طاقم فريد من نوعه في هذه المدرسة، مدير مدرسة متميز قادر دائما على مواكبة كل ما هو حديث واستقطابه إلى هذه المدرسة. هناك كادر تربوي إداري وفني وتعليمي في هذه المدرسة يدا بيد مع مدير المدرسة حتى ترتقي هذه المدرسة إلى القمة. وهناك أيضا شيء مميز، ألا هو المجتمع المحلي الطيب في هذه البلد الطيبة. المجتمع المحلي في كفر الزباد هنيئا لنا بكم وهنيئا لكم بمدير ومعلمي مدرستكم. نعم، هذه المدرسة التي تحول لمن لا يعرف، هذه المدرسة عند زيارتي السابقة لها فوجئت بشيء جميل. فوجئت بأن معلم التربية الفنية في هذه المدرسة يحول التشتتات والأمور التي تكون نسميها نحن دمار إلى لوحة فنية رائعة. أتمنى أن يتسنى للحضور الكريم أن يرى إبداع الأستاذ محمد حميدة مدرس التربية الفنية. كيف حول التشققات في هذه المدرسة باشمهندس فواز إلى لوحة فنية رائعة؟ ولكني في هذا المقام أقول سنحاول جاهدين لإيجاد عريس لهذه المدرسة حتى تنافسكم. يعني لا يعقل أن تبقى المدرسة عروس المدارس من غير عريس ينافسها، فلك مني أن أنت منافسا لتلك عروس ويكون عريس مدرسة تكون إن شاء الله. إن شاء الله بهمة الجميع بصير مش شيء مستحيل. نأتي إلى الحدث الآخر، وقبل أن أنتقل إليه نقول دائما مباركين لطلبتنا الأعزاء هذا التميز، ونبارك للأهل الكرام تميز أبنائه من طلبة، ونقول هذا هو الجيل الذي نريد، الجيل القادر على تحمل المسؤولية خلفنا. نحن راحلون وهم جيل المستقبل الذين سيأتون ليحملوا الرأي من ورائنا. وقد رأيتم بأم أعينكم كيف ندرب طلبتنا على أن يكونوا قياديين. رأيتم الطالب رشا ورأيتم الطالب ميرا، لقد كنا قائدات حقيقيات فعلا. وأنا جالسة أمامهم رأيت الأم المثالية، رأيت المعلمة القديرة، رأيت رئيسة القسم، رأيت المشرفة التربوية، رأيت مديرة التربية فيها، رأيت وزير التربية فيها مستقبلا، رأيت ما رأيت المهندسة الطبيبة، وقرأت ذلك في عيونهم.
أتمنى للجميع التوفيق في هذه المدرسة. على هذا المبدع والتميز. والحدث الآخر وهو المهم أيضاً وهو افتتاح دوري اللغات في هذه المدرسة، والذي في نظري يعد مهماً وفي نظر الجميع أكيد مهماً جداً لخدمة المنهاج التربوي، حيث يعزز التعليم النشط الذي ننادي جميعا به، كما وأن استخدام هذا المختبر يكسر الروتين الممل في التعليم، وأيضا يشكل عنصر تشويق للمادة التعليمية، ويكسر كما قلت روتين التعلم التقليدي والنمطي في التعليم. لذلك أتمنى استخدام هذا المختبر على الشكل الأمثل، وأتمنى أن نرى نتائج. أريد أن نحتفل ليس في افتتاح المختبر، لكني أريد أن نحتفل عندما نوظف هذا المختبر ونحصل على النتائج التي نريد من جراء افتتاح هذا المختبر. كل الشكر والتقدير والعرفان لهذا المجتمع الكفر زيبادي بامتياز، ونقول هنيئا لكم افتتاح مختبركم، هنيئا لطلبة المدارس في هذا المختبر، هنيئا لهذا البلد بهذا الإنجاز العظيم. شكرا للمجتمع المحلي الذي تواصل مع الشيخة شيخة حتى تمد يد العون لنا من الإمارات إلى كفر زيبان، فلولا جهودهم الحقيقة لما علمت بنا الشيخة شيخة ولا مدت لنا العون لهذه البلد العظيمة. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الأخ والصديق العزيز دكتور صبري، شكرا أخت سلام، ريحتيني كثير الموضوع. الإخوة جميعا والأخوات الكرام مع حفظ الألقاب والمسميات والاحترام للجميع. في كفر زيباد بالنسبة لي شخصيا هي مرتع صبا طفلا كنت آتي مع أمي بنت هذه البلد إلى هذه البلد، فلها معزة وشهادتي بها مجروح بين أخوال أعزاء. أنا اليوم في حضرتهم في بلدي بالتأكيد، والعرب قالوا قديما الخال نجا، واحد بنجي خاله، وانا بعتقد ان انتجيت اخوال في هذا المدرسة التي نحن في رحابها اليوم. احيي بداية ثلاث مدراء موجودين الآن، وأترحم على من مات، ونحيي من سيأتي بعدهم، لأن هذه البلد كانت دائما تعطي خير ما عندها من أبناء مدراء ومدرسين، ليس فقط في كفر زيباد بل أيضا في الغربة وفي الشتات. تميزوا من خرجوا من هذه البلد مغتربين في كل ما فعلوا في دول الجوار ودول الخليج العربي بالذات
من هون شكرا للشيخة شيخة التي ترد لنا جميل تعليم أبنائنا، شكرا التي ترد لنا جميل تعليم أبنائهم من قبل الشعب الفلسطيني وخصوصا أبناء كفر سادات. شكرا لها على كرمها، شكرا لها على إحسانها، وإن شاء الله يكون ذلك في ميزان حسناتها بأنها تدعم أكناف بيت المقدس وليس كفر سادات فقط. المدرسة مدرسة نموذج افتخرنا بها دائما، لكن بهذه المناسبة ليسمح لي دكتور صبري الأخ والصديق أن أعلن اليوم أن الاتفاق الذي وقع بيننا دكتور بين هيئة التوجيه السياسي ووزارة التربية والتعليم أن تكون باكورة العمل به في مدرسة الفرسبان. المدرسة والعمل الذي سنبدأ به متفقين أنا والأخ الدكتور صبري عليه هو أن نعمل معا لتطوير مدرسة كفر سباد كصديقة للبيئة في تدوير كل ما يخص البيئة. الأخوات والإخوة الكرام، لن أطيل عليكم طويلا، لكن اسمحوا لي أن أقول للدكتور بأنه من فتح أمامنا آفاق واسعة جدا في هيئة التوجيه السياسي والوطني لنعمل في كل مدارس الوطن بأريحية وبحب وبتطوير دليل وطني للمعلم. هذا الموضوع أيضا موضوع مفردات، موضوع تطوير، وموضوع تعاون وتكامل كبير بين التوجيه السياسي وبين وزارة التربية والتعليم العالي. وأعتقد جازما أن الشعب به من الأولاد ومن الطلاب المتميزين والبنات الطالبات بالأول بهذا الصورة شعب لديه هاي القدرة على التعاون المجتمعي بين المدرسة وبين المجتمع، شعب مديره اللي خلص بظرف المدرسة رئيس لجنة إعمارها، مديره اللي تقاعد مدير المدرسة، والمدير اللي قبله يأتي أيضا ليساهم في تطوير المدرسة. أنا بقولكم قد ما بلف الوطن فيش نموذج زي النموذج. شعب في جيران المدرسة، جيران المدرسة بالأرض بقولوا للمدرسة تأخذي أرض وتوزعي، بس الكفر سباد. أنا فخور فيكم، أنا فخور بالفراس، فخور بكل الموجودين. شعب في هاي الطيبة وهذا الإحساس وهذا الشموخ أكيد سينتصر ويبني دولته ويستحق بامتياز أن تكون له دولة بعاصمتها بجيشها بتعليمها بكل تفاصيل الدولة، وشعب مبدع يستحق ويستحق أن ينتهي هذا الظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا الفلسطيني بأن حرم دائما من أن يكون له دولة. تخيلوا لو الاستقلال موجود وكل الاحتلال مش موجود في البلد رغم وجوده، شو اللي بيصير؟ كيف نتطور رغم وجود هذا الاحتلال؟ لكن تخيلوا لو الاحتلال مش موجود كيف ممكن يكون؟ أنا مؤمن تماما بأن الاحتلال إلى زوال وأن الباقي على هذه الأرض هو نحن أبناء فلسطين في كل أماكن تواجده. شكرا لكم جميعا، شكرا دكتور. بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني، طابت النفوس ليقظت العرب ورنت الأبصار لأمجادك
سواك أخشى، واعلم أن لي قدرا صغرا، وقد علمت في صغاري بأن عروبا لي شرفي وناصيتي وعنواني، وكنا في مدارسنا نردد بعض ألحاني ونغني بيننا مثلا بلاد العرب أوطاني وكل العرب أخواني، وكنا نرسم العربية ممشوقا بأمل له صدر يصد ريح الدعوي مهابا في عباءته، وكنا أحد أطفال تحركنا مشاعرنا، وكنا نسرح في الحكايات التي تروي بطولتنا، وأن بلادنا تمتد من أقصى إلى أقصى، وأن عرفنا كانت لأجل المسجد الأقصى، وأن عدونا صهيون شيطان له دين، وأن جيوش أمتنا لا فعل كما السيل. سأبحر عندما أمر بشاطئ البحرين في ليبيا، وأجني الضمر من بغداد في سوريا، وأعبر من موريتانيا إلى السودان، أسافر سأبحر عندما أمر بشاطئ البحرين في ليبيا، وأجني الضمر من بغداد في سوريا، وأعبر من موريتانيا إلى السودان، أسافر عبر مقديشو إلى وكنت أخبر الألحان في صدري ووجهي، بلاد العرب أوطاني وكل العرب أخواني. وحين كبرت لم أحصل على تأشيرة للبحر، وأوقفني جواز غير مختوم على الشباك، لم أعرف. وحين كبرت لم أبحر ولم أعرف. كبرت أنا وهذا الطفل لم يكبر، تقاتلنا طفولتنا وأفكار تعلمنا مبادئها على يدكم. أيا حكام أمتنا، ألستم من نشأنا في مدارسكم؟ تعلمنا مناهجكم؟ ألستم من نشأنا في مدارسكم وتعلمنا في مناهجكم؟ ألستم من تعلمنا على يدكم بأن الثعلب المكار منتظر سيكون نعجة الحمقى إذا للنوم ما خلدوا؟ ألستم من تعلمنا على يدكم بأن العود محمي بحزمته ضعيف حين ينطرد؟ لماذا الفرقة الحمقى تحكمنا؟ ألستم من تعلمنا على مبادئكم أن اعتصموا بحبل الله واتحدوا؟ لماذا تحجبون الشمس بالأعلام؟ تقاسمتم عروبتنا وسرنا بينكم دخلا بين الأنعام. سيبقى الطفل في صدري يعادي. تقسمنا على يدكم فتبت كل أيديكم. أنا العربي لا أحتر. ولدت بتونس الخضراء من أصل عماني، وعمري زاد عن ألف وعمري لم تزد. أنا العربي في بغداد لي نخل، وفي السودان شرياني. أنا مصري موريتانيا وجيبوتي وعمان. مسيحي سني شيعي كردي دوسي علوي، أنا لاحظ الأسماء والحكماء. تشتتنا على يدكم وكل الناس تتكتل، سئمنا من تشتتنا وكل الناس تتكتل. ملأتم ديننا كذبا وتزويرا وتأليفا، أتجمعنا يد الله وتبعدنا يد الفيفا. هجرنا ديننا عمدا فعدنا الأوس والخسر، ونولي جهلنا فينا وننتظر الغبا. أيا حكام أمتنا، سيبقى الطفل في صدري يعاديكم يقاضيكم، ويعلن شعبنا العربي متحدا، فلا السودان منقسم ولا لبنان محتل ولا لبنان منكسر،
يداوي الجرحى منفردا. سيجمع اللؤلؤات خليجنا العربي والسوداني يزرعها فينبت حبها في المغرب العربي غرب. يحصرون الناس في فلسطين الابيض زيدا. سيخرج من عباءتكم رعاه الله للجمهور مطلقا. هو الجمهور لا انتم، هو الحكام لا انتم. ان تسمعني جحافلكم، ان تسمعني دواوين المعاقل في حكومتكم. هو الجمهور لا انتم، ولا اخشى لكم احدا. هو الجمهور لا انتم، ولا اخشى لكم احدا. هو الاسلام لا انتم، فكفوا عن تجارتكم والا صار مرتدا. وخافوا ان هذا الشعب حمال، وان الطرق ان صرمت لن تجدوا لها ولدا ولن تجدوا لها ابدا. انا باطن وشرعي في الهوى باطن. سقينا الذل اوعيه، سقينا الذل هديه. مللنا السقيا والصار، فهذا الشعب موصول. حبائلكم وان ضعفت فحبل الله مفتول. سأكبر تاركا للطفل فرشاه والوان، ويبقى يرسم العربية ممشوقا يامن، ويبقى صوت الحالي. بلاد العرب اوطاني وكل العرب اخوان. شكرا. العالمين. الحمد لله الذي جعلنا سدنة هذه الأرض وحماتها. الحمد لله القائل في كتابه العزيز الكريم: وليجعل منكم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بما اننا اليوم في حضرة التربية والتعليم، اسمح لي ان اتقدم بكم جميعا باسم معالي وزير التربية والتعليم واسرة التربية والتعليم جميعا. واسمح لي ان اخص بالذكر اسرة التربية والتعليم بدول كرم الذي يستحق منا ان نسميهم اسرة الضمير والعقل والوجدان. نعم ايها الاخوة الاخوات، هذا ليس تزلفا ولا رياء بل جدارة واستحقاق. الاخوة جميعا الحضور مع حفظ الالقاب والمسميات. الاهل جميعا ايضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتيتكم اليوم نيابة عن عضوفة محافظ محافظة الكرم الاخ عصام ابو بكر لانقل لكم تحيات فخامة السيد الرئيس وتهانيه لطلبتنا المتميزين، وايضا الراعي الاول لكل تميز ولكل انجاز، خاصة اننا اليوم في كفر سباق امام انجاز جديد يضيف الى مسيرتنا التعليمية بصمة جديدة المتمثل في مختبر الصوتيات. تحدث الذين سبقوني عن كفر سباق، ونحن اليوم في موقع متميز، وامام هذا التميز وامام هذا الحضور لابد لنا بشكل سريع وبعجاله سريعه ان نقارن فلسفه نهضة الامم وعلاقتها بالتعليم. منذ بدء ان اكتشفت الكتابه ورصد لنا التاريخ تطور الامم، وصولا الى الدعوه التي بدا الله عز وجل الى رسولنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم التي بدأت بإقرأ، لنقول أيضا أننا من أمة إقرأ، مرورا حتى بنهضة الأمم الحاضرة. كل ذلك يقودنا إلى أن نقول أن العلم
هو عمود الخيمة والباقي تفاصيل. نعم أيها الإخوة الأخوات، فما بالكم إذا كنا نحن الفلسطينيين مهد الديانات وأم البدايات، هذه الأرض التي يجب أن يكون سكانها هم فرسان مبارزة ومنازلة مع الحضارات والثقافات الأخرى. نعم، أليس قائل الله عز وجل حينما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله؟ هذه الأرض إكرام رباني بها هو الاحتكاك ما بين الحضارات وما بين الثقافات، فإما أن تكون هذه الحضارات والثقافات متعايشة وإما أن تكون متصادمة، وحينما تتصادم تكون فلسطين هي الضحية أحيانا وتكون فلسطين هي قائدة مشروع النهضة العالمية. وتعالوا بشكل سريع لنرى كل معركة على هذه الأرض هي غيرت وجه التاريخ ووجه العالم. لهذا السبب أيها الأخوة والأخوات، المشروع الوطني الفلسطيني هذا المشروع ليس بمشروع سهل، وهذا المشروع حتى نستطيع أن نكون فرسانا له يجب أن نكون مميزين، ويجب أن يكون لدينا نماذج كثيرة كمدرسة كفر زمان حتى نستطيع أن نضاهي ونواجه هذا المشروع المنصوري الاستئصالي الإحلالي الذي يحاول بخرافات أن يتجاوز تاريخنا وحضورنا. ولكن يبقى رهاننا دائما ليس يا إخوان ويا أخواتنا ليس على البنادق فقط وليس على أي وسيلة نضالية كما يرغب البعض أن يقدم الشعب الفلسطيني، وإنما هي على وعينا. هل ينجح أعداء هذا الشعب في كي وعينا؟ أنا أقول لكم في ظل متميز مثل هذا التميز، وفي ظل وجود نصرة، وفي ظل وجود نخبة في وزارة التربية والتعليم بمثل هذه النخبة لن يستطيعوا. والآن اسمح لي دكتور صبري، قبل قليل في المختبر تحدث عن فليكتب أحدكم لنا بيت شعر، وهذا جعلني أستحضر وأتذكر شاعرنا الكبير أبو سلمى الذي قال شرف ليد الكفاح أن غريمها شاك السلاح وأنها عزلاه. وهذا البيت يذكرنا أننا في مرحلة حرجة وصعبة، عدونا يتوشح بالسلاح وبالجبروت، ونحن نعم أعزل يعني عزلاء من السلاح، ولكن نمتلك أيها الأخوة والأخوات ثقافة، ونمتلك عقول، ونمتلك قدرات نستطيع أن نهزم هذا الاحتلال وهذا العدو الغاشم. اليوم ونحن في كفر زباد نقول لمدرسة كفر زباد لأسرة التربية والتعليم نحن معكم وسنبقى نساندكم حتى تبقى إن شاء الله محافظة القرن، محافظة التميز، محافظة الإبداع. وإلى الأمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خلال اليومين الماضيين، ألا وهو الإفراج عن الأسير المحرر اليوم محمد القيد. وأنا أرجو بالتحية لشعبنا الصامد في ذكرى النكبة، هذه الذكرى التي تحمل في طياتها معاني كثيرة من الألم والحزن. بعيداً عن الحزن والألم، اسمحوا لي أن أقول قبل أكثر من 10 أعوام كنت في منصب آخر في حكومة أخرى وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولم أزر في تولي لتلك الحكومة أو لتلك الحقيبة مدرسة إلا هذه المدرسة العزيزة. لذلك ولأول مرة أستطيع أن أقول نعم، أنا متحيز لعروس المدارس مدرسة التلفزيون، وأستطيع أن أقول بجرأة كبيرة بأنني متحيز لكفر زيدان ولأهل أطيب. وليس سهلا على وزير التربية والتعليم العالي أن ينحاز لمدرسة على مدرسة، لكن الإبداع الذي رأيته قبل 10 سنوات يحتم علي أن أرد لهذا الجمع الطيب حقه من الجميل والعرفان وفضله على المجتمع المحلي، وأن أقول في كفر زيبان نسيج طيب من العلاقات يجمع الناس. لا تقاعد في كفر زيبان، لا أحد يتقاعد، لا مدير مدرسة ولا مدير مشروعات ولا مدير مباني ولا مدير جماهير ولا مدير مسرح ولا حتى معلم. الجميع ينتفض من أجل التعليم في كفر زيبان، وهذا يستحق المحبة والتقدير والإكبار. لذلك كل التحية للمدراء الثلاثة، كل التحية لكم على جمعكم الطيب وعلى إصراركم وعطائكم. كنت كما العادة قد أعددت لهذا الحفل كلمة قصيرة لم تبدو لعشر ساعات، لكنني ارتأيت أن أقرأ بعض الأبيات مستبدلة تلك الكلمة بأبيات من الشعر أخصها لكفر زيبان تعبيرا عن محبتي لهذه المدرسة والتي اسمها عروس المدارس، ولكن تيمنا بما قالته الزميلة سلام الطاهر أستطيع أن أقول بأننا اليوم حددنا العريس. العريس طيب كريم أصيل متوثب مجتهد عربي نشمي كرمي زبدي طيب، الجميع ينتظر اسم هذا العريس. العريس هو المجتمع المحلي. نعم، العريس يستحق الزبائن كبس زغروتا للمجتمع المحلي، لأنه والله يتفانى في خدمة هذه المدرسة. عندما زرت قبل أكثر من 10 سنوات لم تكن بهذا الحال الذي هي عليه اليوم. لذلك الحمد لله أعمالكم ومهمتكم دائما تبشر الناس بالخير. أقول أقبلت مدرستي للحب ألقاكي يا مثل العلم هيهات هيهات، أبنيك يا بلدي من خير أقلامي، من صنع مدرستي من نسج أحلامي، هاتيني مكرومة بالعلم أرفعها، هاتيك من شعري من سيد وقنطاري، أمدحت مقدمتي تهليلا وتبجيلا، فأنت مملكتي يا سعدي ويا دابي. نعطيكم الفاتحة. ولأن الحياة
مرحبا. شو رايك نطلع شوي نغير جو من هم التوجيهي؟ بس يا زلمه نطلع شوي نتمشط ونرجع. طيب يلا روحوا. نادي يوسف. يلا امشي. يوسف. ايه علينا، قلنا بدنا جواب الفيس كل شيء يوسف. نعم نعم، هلا وسهلا شباب. والله شو رايك نروح نطلع شوي نلعب بالنادي؟ لا والله ما بنطلع. من طول السلمة عشان نرجع ندرس. من هيك بدي قاعد بدرس؟ تدرس ولا قاعد على النت زي عادتك؟ مرات بختل لك مسحور وبدون ما تقول على النت. يا زلمة خلص شوي بتصير كبسة كبسة. شو عمل؟ أنا مواطن اجتماعي بطبعي، بحب أتواصل مع الناس. طب ليش تتواصل معهم في العالم الافتراضي؟ ما دام أنت بتقدر تتواصل معهم في الحقيقة والطبيعة. بالعشان صابت بداية بتغمر منهم. الدنيا فيها صغير ومطالح، تعاملنا مع الناس بتكسبنا خبرة وتجربة. كلامك ضرر، بس معلش تسجل لي اياه شوي تعبان. هسه دور البيت، نروح نتمنى على الشباب وين راحوا؟ شو عملوا؟ شو اكلوا؟ شو شربوا؟ يا سلام بس علينا من خلينا هاي بطة حيتي منها من لما بكي غداك اليوم عدس بس انت عاجية. اوف محمود بألف ليلة وليلة مرة واحدة ما بقدر شوي سأل طبو كلناي. والله يا البيت ما لك زمان. ايوه محمود احسن مني واني متنزل اني بزمنات. ايوه في اعلى من زمنات هو نابلس حيات نابلس. وهي نصر. ايييييي سيد عم اخوي احمد بعيد ميلاده. وهي كل عام وانت بخلي خير. يا اخوي الغالي وكل سنة وانت مبسوط بك. بس وانت سالم. الله عليك يا يوسف يا ابو الواجب اللي بيهمي اهله واصحابه ولاد عمه. كان ضلينا كمان شوي يا شباب بدنا ندرس. نحكي مع الدراسي. يا زلمه بدنا 12 سنه بندرس ما زدتش. وعشان صرنا 12 سنه بندرس لازم نجيب النجاح، مش اي نجاح، لازم نجيب معدل عالي، المعدل اللي بدخلك التخصص اللي بدك اياه، معدل التوجيهي عندنا ولعنا والناس بيستنوا فينا. ولو اني قرأت الدراسه ما لي نفس ادرس، بس يلا رافقي مسعى بتسعد. وصدقني راح تسعد. خلص بنتلاقى بالمدرسه ان شاء الله. سلامات شباب. استنى شوي. اكيد يوسف هسه قاعد على الفيس. ولا شو بده يسوي؟ ايوه والله العظيم طوال الليل غرقت وما انطفى. طب ترى
رقم في الناس ولا كيف بتسمع؟ نظيفه ولك تسمع صوتك له بالليل، طلعت من الشباك تنظر هيك، اكيد قاعد بقرا، بعدين قالوا لي قاعد بحكي خير يا خير سمعنا شو في عندك؟ قالوا لي بتبع الخير وجارنا راح وجارنا رجع وريحه مقلوبه وريحه عدس. الله اكبر الواحد يسكر منخار وما يسمش عشان حافظ جنابك. انت ما علمتش الا على الشم، واللي بتبع الخير وعلى الفيس وين راح ومع مين شو اكل وشو شرب؟ انت بتخبره حرام؟ صديق اسمه صديق عشان شربك بفرحك واحسانك ولا شو اسمه صديق؟ بعدين انت ليش بتكرار؟ ولك ما انت مش فاكس من البيضة جاي تتفلسف علي انا من الجوجية ولك الدنيا الفصيح من البيضة فصيح شو دخل العمر؟ اقول لك كثير من هان ودور لك على شجرة تصيح عليها. كونك صاحب من جيراننا بتجيب 95 سنه. انا تعب وكراسه واللي مراكبها من بعيد 70 بتجيب 97 ونص. وانت؟ جد جد انا ناوي اجيب معدل السنه. انت؟ كيف انت ما بتدرس؟ كيف يعني ما بدرس؟ والله طول الليل ما نمي. انت؟ طول الليل ما نكتب فيها. الله لا يوفقك شيء. هاي مشيت للروس ولا عمرك شفتها؟ ولك هاي مشيت تدخل فيها موسوعة كنز، وانت بدك تغش لحالك ولا بدك تغشش المدرسة معك؟ كل متر منها لمادة مرتب حسب برنامج التوجيه الوزاري. كل ما تخلص امتحان بنص متر، وهيك الشغل مرتب ومرتب ومعلم. بنظرك مهندة بدل ما تكون جدد اجتهاد؟ يعني جديت صار كسر داري، وجدر ما كتبت صار بدي نظارات. وهيك بتشبط قدام الناس، بقولوا ترتب نظارات مثل ما بدك نظارات من اللابتوب ولا من الكراي؟ بعدين ليش بتغش؟ وين بتمسكك المراقب؟ وانا بدي اخليه يشوفها؟ كثر ما هي صغيرة. يا نفسي افرق امي، من اول التوجيه اشترت كاسات حلوات وصغيرة وحاطط معها الطاولة. وشو بتقول لي؟ بتقول لي هذول بدي اصب فينا اللي بيجوا باركولي بنجاحها. وهذيك اليوم اشتري صينية حاطة فيها شوكولاتة. بكيري امي حاطة الفارس كبد الفرس. وشوف شو سرقت كبد. لو انك جبت لي وحدة. مش لازم اتحلى عشان اعرف انجح وحمل الناس. طيب الله يسامحك ليش ما جبت لي وحدة؟ سرقت كلهن. بعدين بدك تفرح امي اقرا وما ضيعش وقتك على الشغلات الفاضية وتتعلمش بلاش تمسكك المراقبة بعد الكل يا ريت. معك حق يا بصير راح افكر في الموضوع. فكر والوقت لسه بين ايديك، فكر قبل ما يضيع الوقت. رد علي انت بس. انت بس رد علي مشاكل. الله يخليك. خلص. وعليكم السلام. يعطيك العافية يابا، هات يابا عندك علمك. الله يرضى عليك يا فهمان، ازيك يا يوسف؟ الواحد يفوت وكله الله يحفيه، اقعد تفضل. سيب يابا، شايفني مشغول. بعدين انت لحد الان بواعي المدرسة وعلى نفس قعدتك على اللابتوب. عليش كراي بكره. وإذا ما عليكش امتحان بكره، فيش كراي، فيش مراجعة، فيش تحضير، وأنا بعدين بدي أفهم. أنت مش طالب توجيهي. بقولوا يا فرح فيه الله يسترنا منك ومن نتيجتك اخر السنه، بعدين اللي عليه توجيهي بقضيها على اللابتوب وعلى الجواليات. بحضر انا اولاد صفي على الفيس، عاملين جروب مسمينه معنا طالب توجيهي. مساكين بجروب ثاني انا توجيهي انا اعاني. هل شايفين كل المعاناه؟ ولا اللي بده يدرس لازم يعاني. طب ليش شو دخل اواعي المدرسه تعاني معك؟ صارت الدنيا المغرب وانت لسه مش مغيره. صدق اني نسيت اشتحن. اه لا تفضى، ماني شايف كل شوي بتنسى حالك. لا خلص ما دام صارت الدنيا المغرب بضلني فيه المقطع على المدرسه بسرعه. الله اكبر، هو اللي بيسال النوسي والبنطلون مغلف، يا زلمه بتطلع ريح الفيل. لو تشم ريحه الجماطه يابا كماو كماو. الله يكرمك، شاب بعمرك المفروض يدمر نظافته ونظافه اوعيه لانه النظافه عنوان الصحه. اه يابا، استاذ الدين كلمة النظافه مثل الايمان. يلا هسه بسرعه بتدشر اللابتوب وبتروح تتحمم وبتراجع دروسك. يابا انا من اول ما روحت اتحممت وغيرت اوعيه، هيك كلمة استاذ الصحه. يابا هسه صرت ترد على استاذ الدين والصحه.
حق انت مع الحيشي وبعدين مع الاولاد الصغار. وانت يا لهلو لهلو اكيد لازم تكون انت ايما هو مش خيرك في البلد. والله مش انا اللي رميت الكره والله مش انا هذول اصحابي. مش انت خيالك. شوفي يا جورج مالك على الولد؟ مالي على الولد؟ تقول مالي الولد علي؟ الله وكيلك بجمع ولاد الحاره وبحلالهم مش بتعد الا باب هالدار، لا تظلمنا لا شجره ولا شباك. تعال ولا انت عامل هيك؟ لا يابا هذول الولاد ما عرفوا مين لك مودك. شايف يا وصل؟ الله يهديك يا ابو يوسف، جاي تردني على الاولاد الصغار. والله يا عمي مش انا، هذول اصحاب مصر صاحب مرة بنلعبهم. يا عمي المفروض انت واصحابك تلعبوا في النادي، ناس بعدين انه انت واخوك عليهم توجيهي، ولازم نوفرهم جو هادي. سامع بدنا هدوء هدوء يا حبنا مع وجه الدكين. انت هم يا ابنك، اطلع، قول اخترنا حالك على بعدين في ناس مريضة وناس تعبانة. خلص يا جار ما بصير خاطرك الا طيب. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا بالجار حسن الجوار. الله يرحمك انت، بكت تقول جارك القريب ولا اخوك البعيد. هاي ست اللي باكت تقول هيك، ست شو باكي تقول؟ جو محجار ما عرف جو. شو؟ فضحنا. لا ست اللي باكي يقول لنا تخرجوا جاركم بصراحة يكون عنكم جو محجار ولا رجار. مش عارف توضي المثل؟ يلا روح اتحمى. ما بصراحة بدي اروح اشوف الكراي اللي قطعونا عنها. ضحكك علينا، ما احنا ازعجناك بالطابة. الله معك يا ابني، وانت يا صلاح روح ادرس مثله عشان الله ينجحكم. كن مثله، كن مثله. اخر مرة بدي اخوها. سليمي يا جار سليمي. تعال تعال يا جمال، تعال اقدم عمك بصلاح. انا اسف، والمرة الجاية راح نلعب بالنادي. هذا العشم يا عمي، بتضلنا اولاد حاره وعدتنا، اولاد بلد وحدي. خلص، شو رايك نروح على الجامع بما انه قرب يضل متعيد للمغرب، شو رايك نروح الله هي اللي حبيتها سؤال. تنساش تدعو لنا. يلا اسمع نروح على الدار نكمل راسي وتاخذ الله يتقبل منا ومنكم، ينجح اولادنا واولادكم، السلام عليكم. بكل فخر واحتسام نكرم طلبتنا.
وهنينا لندلل هالغالي علينا وكتبنا بمية قرون ألف مبارك يا غالي يا سلام
هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا.